بلد على الاطلاق في خدمات الانترنت لبنان الذي وقع في المرتبة 86 بعد 100، وهي ادنى مرتبة يمكن ان ينحدر اليها اي بلد وفق التصنيف الذي قدمه موقع speed.net. على ان الخبر ليس هنا بل في مجموعة الفيسبوك التي تضم اكثر من 30,000 صديق وتطالب بانترنت سريع، اذ انه سرعان ما خرج على موقع اليوتيوب فيديو مضاد يتهم مؤسسي المجموعة بالترويج لإحدى شركات الإنترنت، خصوصا أنهم من العاملين في قطاع الإعلانات، فيما كشفت جريدة الأخبار أن شركة سيدركوم المالكة لمزود الإنترنت اللاسلكي موبي هي التي تقف خلف المجموعة الفيسبوكية. أولا الأشخاص يلي بشركة موبي وأشخاص مش كشركة، أشخاص بشركة موبي كانوا متطوعين وداعمين لهذا المشروع، وحكينا نحن وياهم وأخذنا منهم المعلومات. بعد ما صار هذا الحدث طلبنا منهم إنه إذا بتريدوا عم بتأثروا سلبا على المجهود يلي عم نجرب نعمله، فإذا ممكن وبالتفاهم الكلي نحن وياهم إنه نحن إذا أردنا أي مساعدة منهم بنستشيرهم. ينفي ضوء اي علاقة بين سيدركوم والمجموعة، ولكن نفيه لا يرفع التهمة عن الشركة المعنية، لا سيما انها كانت قد تقدمت بشكوى ضد مشروع 3G او الجيل الثالث، والذي سيسمح للبنانيين باستخدام انترنت لاسلكي سريع من خلال خدمة الهاتف الخلوي، وهو ما من شأنه ان يقضي على تقنية الواي ماكس التي تستخدمها موبي. نحن بنعتقد انه في استهداف للقطاع الخاص، وفي عم ينعمل قصص معينة يلي رح تؤدي لقتل القطاع الخاص. تستند شكوى موبي ضد 3G أن شركتي الخليوي لم تحصلا على ترخيص من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات التي تأسست وفق القانون رقم 431، وهو القانون الذي يتعامل معه الوزير شرب النحاس باستنسابية على ما يقول طرفي، فمرة يعترف به ومرة أخرى يعتبر أنه غير موجود بحجة أنه صدر عن حكومة السنيورة غير الميثاقية خلال الأزمة الحكومية التي عصفت بالبلاد. الترخيص لمن؟ للدولة؟ الدولة ترخص لنفسها؟ من أي جهة ترخص؟ الدولة لا تحتاج إلى ترخيص لكي تقدم خدمات يحتاج إليها اللبنانيين والاقتصاد اللبناني. مؤسسة الكهرباء اللبنانية مملوكة من الدولة، بتطلب رخصة من الهيئة الناظمة وبتستحصل. الجيش اللبناني هي أهم مؤسسة بلبنان. الجيش اللبناني اليوم بيطلب موجات من الهيئة الناظمة وبترخص له. طيب كيف يعني؟ إنه والسؤال هو بعكس، بالسابق بال 2008 وبال 2009 كانت الهيئة ترخص موجات لألفا ولإم تي سي، شو بدا ما بدا؟ فهلا اليوم بطلوا بحاجه لترخيص من الهيئه، شو تغير؟ صار في قانون اتصالات جديد؟ لا، صار في شيء مجلس الوزراء اخذ له شيء قرار؟ لا ابدا. انت شو بدكم من الترخيص يعني؟ الترخيص شو بيساعد؟ الترخيص بيفرض المساواه على الكل وبيمنع انه يصيروا شركات يدعموا خدمه من ايرادات وربح خدمه ثانيه، يعني اذا اليوم المشغل الخليوي بيعمل كثير مصاري من الهاتف الخليوي بيقدر يستعمل جزء من هالربح تيدعم خدمة الانترنت، بيصيروا عم بيبيعوا خدمة الانترنت، ممكن يصيروا يبيعوا خدمة الانترنت اقل من الكلفة، وهالشي ما بقى فينا نحن نضارب، لانه نحن مفروض نبيعه فوق الكلفة، ما فينا نبيعه تحت الكلفة، وعلينا ندفع 60% ضرائب. هذا شو بضر المستهلك ساعتها؟ الموضوع المستهلك كثير مهم. اهم يعني اذا هن اعطونا سعر ارخص شو بضر المستهلك؟ اهم شيء بقانون الاتصالات هو يمنع احتكار السوق. اذا المشغلين الثلاثه اللي بتملكهم الدوله هن الوحيدين اللي بالقطاع، هن بيصيروا فيهم يتحكموا بالتسعيرات. التجربه التي مر بها لبنان بموضوع الاتصالات تحديدا لا تشجع على القول بان هناك قطاع خاص وبالتالي هناك منافسه. اريد فقط ان اذكر اللبنانيين بان ليبونسيل وسيلس كانا قطاع خاص، وبالتالي امتصا دم اللبنانيين وسرقا من جيوب اللبنانيين اموالا طائله جدا تقدر بمليارات الدولارات. ليس هناك قطاع خاص في لبنان، هناك لصوص، وبالتالي لا استطيع ان اقول ان المساله تتعلق بقطاع خاص او قطاع عام. اقول ان الاحتكار العام لا يزال في الظروف اللبنانيه هو ضمانه للبنانيين لكي لا تذهب أموالهم إلى مجموعة من اللصوص المرتبطين بمراكز نفوذ سياسي. متى يصبح الإنترنت سريعا في لبنان؟ تغدو الإجابة أكثر وضوحا في كل مرة يستعر فيها النقاش بين الشركات الخاصة ووزارة الاتصالات.
رياض بيش، قناة الجديد. وفي تجربة أولى من نوعها في لبنان، أعلن الوزير شرب النحاس إجراء الاتصال الأول في خدمة الجيل الثالث على شبكة ألفا، مؤكدا أنه بات لدى اللبنانيين إنترنت عالي السرعة. أيوة. ألو؟ يعطيك العافية مع الوزير. الله يعافيك مروان. شايفني منيح؟ قلنا شو عم بيصير اليوم؟ نحن مثل ما وعدناكم من شهرين تقريبا، اليوم أول فيديو كول بيصير بلبنان على شبكة ألفا على الفري جي نتورك اللي اشتغلنا فيه من تقريبا من كم أسبوع بلشنا بالشغل فيه. من خلال هذا الحوار السمعي والبصري على شبكة الإنترنت مع مدير شبكة ألفا، دشن وزير الاتصالات شرب النحاس أول اتصال في خدمة الجيل الثالث 3G على شبكة ألفا، وذلك خلال اختبار أجرته شركة ألفا في مبناها في سن الفيل. أكيد هذه بتأمل ترضي مختلف استخدامات الناس، إن كان للاتصال يقدروا يشوفوا صورة يلي عم بيحكوا معهم، إن شاء الله دائما تكون البسمات على وجه الكل. تقنية الجيل الثالث التي ستمكن اللبنانيين من الدخول إلى الإنترنت بسرعات تفوق 70 مرة السرعات المتوفرة حاليا على DSL كانت موضع تجربة ومقاربة عملية خلال حفل التدشين. فينا خلي أبو بلاء بده يحكي معك شخصي، ولو يا أبو بلاء هاي قولي لنا لشو جايبك أنا؟ مين معي؟ هذا وأعلن الوزير نحاس أنه من الآن بات للبنانيين إنترنت عالي السرعة، مشددا على أن هذه التقنية ستعمم قريبا على الأراضي اللبنانية كافة.